السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نحط باب في كيرتن وول؟ خلينا نرسم الكيرتن وول الاول. اقول له ارتكشر واختار كيرتن وول وابدأ ارسم حتة صغيرة كده اهيت، وبعد كده ابدأ اعمل سيلكت عليها. تمام، هتلاقي ان انت تغير نوعها. طيب دلوقتي بقى اروح لكيرتن جريد وابدأ ارسم حدود الباب بتاعتي بالشكل ده واشوف الارتفاع اللي انا عايزه اهوت، وتقدر تيجي بعد كده تغير الارتفاع زي ما انت عايز. طيب عايز ابدا احط باب، فهاجي اعمل تاب واروح معلم على الجزء دوت، واجي هنا اختار الحاجه اللي انا عايزها. تمام، مش هتلاقي عندك باب. طب عشان تحمل باب روح لانسيرت وقول له انا عايز احمل لود فاميلي. انسيرت لود فاميلي بيحمل اي نوع من انواع الفاميلي من غير ما يبص على الكاتيجوري. لو جيت تحمل حاجه ثانيه يقول لك لا الكاتيجوري مختلفه. طيب هقول له انا عايز دور كيرتن وول. تمام، ابدا باجي على الجزء دوت وادوس تاب عشان اختار الجزء ده بس، واجي هنا واقول له انا عايز دور. تمام، فده يتحول لدور. لو انت عايز تضيف الحته الصغيره دي من غير ما تزود هنا وهنا، ممكن تيجي هنا من ارتكشر وتقول له كيرتن جريد وتقول له 1 سيجمنت وتروح ضايف الحته دي. اول سيجمنت بيضيف من الاول لاخرها. طيب لو انا عايز احذف الجزء دوت، اجي هنا وادوس تاب، اجي هنا اعلم على دوت من غير تاب واقول له اد سيجمنت تمام او ريموف. لما بتدوس على حاجه فاضيه بيبدا يعمل اد، لما بتدوس على حاجه موجوده اصلا بيعمل لها ريموف. تمام، هاجي على الحته دي كده واقول له اد ريموف واقول له شيل الحته دي، واجي على الحته دي كده واقول له اد ريموف وشيل الحته دي. تمام، بعد كده بقى عايز ابدا احط جريد، اقدر اجي هنا واعمل سيلكت على ده كله واغير النوع بتاعي مثلا للشكل دوت، او ابدا اضيف انا الجريد من عندي اهو. وتقدر بقى تقول له انا عايز عددهم قد ايه. تمام، تقول له مثلا انا عايز 7 8 4 زي ما انت عايز. عايز الزاويه بتاعتهم مثلا 15 مثلا بالشكل دوت. عايز تغير العدد بتاعهم هتخش هنا، ممكن هنا تقول بقى عددهم رقم ثابت. تمام، او تقول له لو رقم ثابت هتغيرها من بره. تمام، هتيجي هنا تقول له خلي ده مثلا 5 وخلي ده 5. تمام، تبقى عندك حاجه بالشكل دوت، وتقدر اي واحده فيهم تعلم عليها وتغير الخصائص بتاعتها وتغير اللون. خلينا نغير كده الشديد، تبقى حاجه بالشكل دوت.